وللمزيد معنا في الاستوديو سعادة المستشار الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبو ظبي. أهلا بك دكتور معنا في هذه التغطية. في البداية نود الحديث فضيلتك عن يوم عرفة، فضل هذا اليوم، أهمية هذا اليوم، وأيضا القيم التي يزرعها هذا اليوم في نفوس كل مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بادئ ذي بدء، إننا في يوم عظيم جدا، ويتوجب علي قبل الحديث عنه أن أرفع إلى حضرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وإلى القيادة الرشيدة التبركات والتهاني بهذه الأيام الفاضلة، بهذه الأيام التي جعلها الله عز وجل نفسا وروحانية. فقد جاء في الحديث الشريف: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ونحن اليوم في نفحات الدعاء، في هذه الأيام وفي هذه الساعات وفي هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حضرة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وإخوانه القيادة الرشيدة، وأن يحفظ هذا الوطن، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، ويديم الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان على البشرية جمعاء. هذه أولا. ثانيا، هذا اليوم هو قمة أعمال الحج. الحج له مراحل، تبدأ بالنية والإحرام والتلبية، ثم تأتي بعد ذلك، يأتي بعد ذلك الطواف، تحية البيت والطواف، ثم يأتي بعد ذلك الذهاب إلى منى، ثم اليوم نحن في قمة أعمال الحج. هذا اليوم المبارك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الحج عرفة، فمن حضر هذا اليوم في عرفة ما عداه يتدارك من أعمال الحج، لأنه هو القمة وهو أهم الأعمال في الحج. ومن فاته هذا اليوم الوقوف بعرفة بليل أو نهار فقد فاته الحج. هذا اليوم جعله الله عز وجل مخصوصا. لماذا مخصوصا؟ لأن الحج كما تعلمون، الحج هو رحلة ربانية تنطلق من النفس الإنسانية وإلى الفكر البشري، وثم يسيح هذا الجسد من أرجاء الأرض كلها ليكون في ذلك المكان في هذا اليوم المبارك. فهي رحلة روحية وفكرية وجسدية يتهيأ لها الإنسان المسلم مدة طويلة، فإذا وصل إلى هذا اليوم وحقق كلامه لبيك اللهم لبيك، أي أجبناك يا ربي إجابة بعد إجابة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج مفروض على الناس عندما يتهيئون له مرحلة بعد مرحلة، من أهلهم، من إعداد الأوراق الإدارية، من السفر والركوب، ثم بعد ذلك الدخول في الإحرام. الإحرام أي أنه دخل في الحرم، ثم بعد ذلك مرحلة أخرى إلى أن ينتقل إلى هذا اليوم، فيكون الحاج هنا بلغ قمة مناه، قمة أهدافه. يا ربي جئت إلى هذا المكان، وغير غير خاف أن عرف خارج الحرم، إذا كان داخل الحرم فخرج خارج الحرم، يا ربي حققت أمرك وعملت جهدي بكل ما أستطيع للبلوغ إلى هذا المكان الذي أمرتني إليه. فهنا يبلغ الإنسان قمة روحانيته. ما هو مطلوب منه في هذا المكان؟ هذا اليوم مطلوب من الحجاج أن يخلصوا في الدعاء، أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء. الإنسان في رحلته، طبعا الحج لا يجب إلا على المكلف وهو المسلم البالغ،
قبل ذلك الإنسان غير هذا، بعد بلوغه وتكليفه لا بد أنه اجترح في حياتي ذنوبا وآثام ومعاصي وكذا، من أمور الحياة الدنيا، من فكرة سيئة، من عمل وكذا، يصل إلى هناك يقول يا رب ها أنا أنخت راحلتي وفؤادي وقلبي وفكري في رحابك، راجيا منك أن تغفر لي ما كان مني، واليوم أفتح معك يا رب صفحة جديدة. لهذا هذا اليوم عرفات مخصوص بالدعاء، والدعاء ليس فقط الإنسان لنفسه، يدعو لنفسه ولغيره، ولهذا كان الصالحون من هذه الأمة عندما يكونون في عرفات يقول بعضهم يا ربي إذا كان لم تقبل شيء أحد من الحجيج ولم تقبل عليه وجهك ولم تغفر له، فاجعلني أنا واقبل هؤلاء الحجيج الذين تعبوا وشدوا الرحلة، اقبلهم يا ربي. فالله تبارك وتعالى يتجلى على عباده في هذا اليوم، ويباهي بعباده في الأرض ملائكة السماء، ويقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا ضاحين، أي متعرضين للشمس والحرارة، ضاحين يطلبون مني المغفرة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وعندما تجتمع هذه العالم اليوم، الكرة الأرضية اليوم كلها في عرفات، الذين جاءوا من أستراليا، والذين جاءوا من الصين، والذين جاءوا من أمريكا، والذين جاءوا من العالم العربي، والذين جاءوا من إفريقيا، والذين جاءوا من سيبيريا ومن روسيا، العالم اليوم كله في عرفات مجتمعة. وهذه لها معنى ممكن أن أضيف أتحدث عليه من بعد. عندما يجتمعون كلهم يتوجهون إلى ربهم يسألونه سؤالا واحدا، يا رب اغفر لنا واجعلنا عندك من المقبولين. الله تبارك وتعالى يشمل العاصين مع الطائعين، فيغفر برحمته ولطفه لجميع الحاضرين في عرفات. ولهذا نطلب، وكنا دائما نطلب من الحاضرين في عرفات أن لا يبخلوا على غيرهم من إخوانهم الذين هم في بلادهم، أن يلهجوا بالدعاء يا ربي اغفر لعبادك. نعم فضيلة الدكتور، بالحديث عن الذين لم يتمكنوا من أداء هذه الفريضة في هذا العام، كيف من الممكن يعني أن يتأثروا بهذا الركن العظيم وأن يجسدوا قيم هذا اليوم حتى وهم يبعدون آلاف الكيلومترات أو مئات الكيلومترات عن هذا المكان المبارك؟ مهم هذا أمر، يعني هذا الإحساس كيف يحس الإنسان وهو في وطنه وهو في بيته وهو في أهله وهو في أقصى الأرض وهو في هذا، كيف يحس أنه في عرفات؟ لا شك أنك تعلم وتلاحظ اليوم أن أصبحت وسائل البث وسائل الاتصال بل وسائل الاستشعار النفسي موجودة هنا. الله تبارك وتعالى من كتب له الحج طلب منه أشياء، فرض عليه أشياء وطلب سنن وآداب يعملها في الحج، والذين لم يكتب لهم أن يحجوا فيستطيعون أن يعيشوا في هذا اليوم المبارك بأحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم وأجسادهم. كيف ذلك؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصيام في هذا اليوم، يوم عرفات. لماذا الصيام؟ كأننا نحن في إحرام، نمتنع عن الطعام والشراب والأمور الدنيوية نمتنعها، فكأننا في قصرنا نفوسنا طاعة لله سبحانه وتعالى فدخلنا في طاعة. وهذا الذي يصوم وهذا اليوم ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر الله عنه السنة الماضية والسنة الآتية، يكفر عنه ذنوبه. فهذا الإحساس هذا إحساس عظيم. الأمر الثاني هذا اليوم هو المفتاح والمقدمة ليوم الأضحى، فكثير من المسلمين، والأضحية مطلوبة من الناس، الأضحية مطلوبة من كل موسر، من كل قادر، من كل رب أسرة أن يضحي عنه وعن أسرته، فيتهيئون في هذا اليوم بصيامهم حتى إذا نزل الناس من عرفات غدا وبدأوا ينحرون هديهم
عاش معهم بأضحيته قربانا لله سبحانه وتعالى. فتقريب هذه الأضحية وكذلك عامة الناس عندما يعيشون مع الحجيج وهم ينحرون هداياهم ويعيش الناس أضاحيهم، هذا شعور ثان كذلك في التألق والسمو الروحي، يعيشون مع الحجيج. نعم فضيلة الدكتور. الأمر الثالث، الأمر الثالث، فإذا عاش في جسمه صائما وعاش في روحه استعدادا ليوم العيد وطلبا للمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وعاش كذلك ليهيئ يوم العيد ليقتدي بأبي الأنبياء وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينحر أضحيته يوم العيد. وطبعا الأضحية عندما ينحرها مطلوب منه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل هو وأهله وأقربه وأن يوزع ما يستطيع منها ليحصل هذا التلاحم الاجتماعي بين الناس، يتهادى الناس في يوم العيد ويتزاورون ويتواصلون، وهذه كلها تخلق معنى روحانيا ومعنى نفسيا ومعنى اجتماعيا ومعنى للبلاد كلها للمجتمع كله، وهذا شيء عظيم لمن استعد لتلقي هذه المعاني، لمن استعد لأخذ هذه المعاني. ولهذا التهيئة ليوم عرفة تكون من فاتح العشر ذي الحجة. دكتور، ونحن نشهد هذا اليوم العظيم من أيام السنة، نود الحديث عن خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، القيم والمعاني التي نستنبطها ويعني نستخلصها من هذه الخطبة العظيمة. هذا اليوم أعيد الزمن إلى دورته الصحيحة في هذا اليوم، يوم عرفات. الله سبحانه وتعالى فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج بسنوات، ولكن كانت دورة الزمن غير صحيحة. الله تبارك وتعالى وضع هذا النظام الكوني بليل ونهار وشمس وقمر وأفلاك منذ أن خلق السماوات والأرض، فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ثم جاءت الأنبياء متولون وبنى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الكعبة الشريفة، وبدأ الناس يحجون، ولكن قبل البعثة النبوية صار عبث في الزمن، يؤخرون ويقدمون تبعا لمصالحهم التجارية، وطبعا للغارات التي كانت تكون بينهم والحروب والفتن التي تكون بينهم، فلم تعد دورة الشهور مضبوطة. فلما فرض الحج في السنة السادسة أو السابعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، انتظر السنة التاسعة، أرسل قبله أبا بكر الصديق أميرا على الحج ليهيئ لحج النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أعلن في الحج الذي كان يأتي العرب من جميع أطراف الجزيرة العربية، أعلن أن مظاهر الشرك قد انتهت والوثنية قد انطمست إلى الأبد، وحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأعلن كذلك في الحجيج أن العهود التي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدتها، وهذه آخر مرة يكون فيها الحج على غير سنة الإسلام الذي جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام. في السنة العاشرة، وذلك بعد سنوات من فرض الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن للناس أنه يريد أن يحج ومن يحج معه، فزحف الناس من الطائف ومن مكة ومن الحجاز ومن المدينة ومن أطراف الجزيرة العربية كلها ليحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، أي الجزيرة العربية كلها اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم وأعلنوا إيمانهم، وكانوا ينظرون كيف سيحجون بعد اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلمه المناسك، كان يعلمهم المناسك. لما جاء إلى عرفة ضربت له القبة بنمرة، حيث الآن المسجد الذي يخطب به الخطيب الحج بنمرة، ثم بعد ذلك ضربت له القبة، حان وقت الزوال، فهجر النبي صلى الله عليه وسلم أي بكر،
فقام في الناس خطيبا وخطب فيهم خطبة مطولة، أعلن أن الزمن أعيد إلى وضعه الصحيح، وبدأت دورة الزمن والتاريخ الصحيح بدأت من هنا من يوم عرفات. وأعلن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن أركان الإسلام ومعالم الدين وقيم الخير والهداية قد اكتملت. كان الصلاة فرضت من قبل، والصوم فرض من قبل، والزكاة فرض من قبل، بقي الحج الآن أعيد إلى وضعه الصحيح، وحج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا المكان جاء أحد أهل الكتاب لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، والله آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا لجعلناها ذلك اليوم عيدا لأولنا وآخرنا. قال: ما هي هذه الآية؟ قال: الله تبارك وتعالى يقول في كتابكم في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليوم تمام الدين وتمام النعمة ورضى الله بالإسلام هذا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة في الحج، فهذا يوم عيد وقد هذه السنة والحمد لله. كذلك اجتمع يوم الجمعة الذي هو مخصوص بالفضل مع يوم عرفة المخصوص بالفضل. فاليوم حقيقة المسلمون في العالم كله وفي عرفات خاصة في تألق روحي عال، لأنه يومان عيدان اجتمعا في هذا اليوم، جعل الله كل أيام المسلمين أعيادا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اكتمل أركان الإسلام واكتملت معالم الدين وهذا، فخطب خطبة عظيمة أخذت وقتا طويلا منه، وضع في هذه الخطبة معالم المستقبل، معالم المستقبل للأمة للمسلمين. من هذه المعالم أن الغلو في الدين لا يكون، إياكم والغلو في الدين، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين. فالغلو في الدين لا تشدد ولا تسيب ولا تفسخ، لا لا لا, 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 لا عنف ولا ذل. هذه من معلمة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم أنه التشدد في الدين غير موجود، إياكم والغلو، تحذير إياكم والغلو في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم أي يوم هذا يوم حرام، في أي بلد هذا مكة البلد الحرام، إن دماءكم، يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم رفع يديه للسماء وقال: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وضع لهم أن الدماء محرمة والعدوان محرم والظلم محرم، لا يعتدي الإنسان على نفوس الآخرين أو أموالهم أو دمائهم تحت أي ذريعة كانت إلا ما حدده الشرع، وهو محدود جدا مقابل ما يقوم به من عمل. الدماء معصومة إلا من القصاص القتل وأمثالها، يعني مسائل محددة جدا. فالدماء معصومة والأموال محرمة أن يأخذها بغير ظلم، والظلم للناس كذلك لا يجوز. وهذا من أسس الدين المستمرة التي لا تتغير ولا تتبدل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وضع لهم، العرب في جاهليتهم كان يحرمون المرأة حقوقها ويضيعون مكانتها وينظرونها من سقط المتاع، وليس العرب فقط، البشرية كلها. صحيح. في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم رفع شأن المرأة إلى أعلى مستوى فساواها بالرجل بالحقوق والواجبات، وقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فوضع المرأة في مكانة عظيمة ستبقى طول الدهر وهي تأخذ وتمتح من هذه المكانة التي وضعها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك وضع لهم في هذه الخطبة العظيمة عليه الصلاة والسلام طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر: ألا صلوا خمسكم
وصوموا شهركم وأطيعوا ربكم وأطيعوا ولاة أمركم. من قام بهذه الأمور فهو المسلم الحق. المسلم يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كانت الهجرة قبل فتح مكة، كانت الهجرة إلى المدينة، لكن بعد أن فتحت مكة وأسلمت جزيرة العرب ما ليس هناك داعي بعد ذلك أن يهاجر الإنسان من بلده إلى مكان آخر طالما يستطيع إقامة شعائره. فأصبحت الهجرة معنوية. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤذي أحدا ولا يتكلم في أحد، والمؤمن الحق الذي يثق الناس به ويضعون عنده أماناتهم سواء أموالهم أو دماءهم أو أعراضهم، يأمنونه ويصدقونه، هذا هو المؤمن الحق. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالأمور النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسسا لمستقبل المسلمين تبقى دائمة يحصل جراءها الأمن والأمان. وإذا حصل الأمن والأمان كانت هناك الحياة تنطلق في تقدم مستمر وازدهار مستمر، لأن الخائف المضطرم لا يستطيع أن يعمل شيئا. ومن هنا أمن الناس وأصبحت القيم واضحة وأصبحت المعلومات واضحة أمام الناس، فانطلقت من هذا اليوم بدأت حضارة الإسلام تشاد وتعلى حتى استوت وأصبحت حضارة متميزة في التاريخ. دكتور، بكل تأكيد ولله الحمد كتبت لك وتيسر لك أن حجيت في السابق، صحيح؟ الحمد لله. الحمد لله. نريد معك أن نستذكر هذه اللحظات التي يقف فيها الحاج في هذا اليوم العظيم. هناك في عرفات أحاسيس ومشاعر وروحانية هذا اليوم وهذه اللحظات المباركة، من خلال تجربتك، من خلال ما شعرت به خلال هذا اليوم وأثناء حجك. الحقيقة العمل النبوي والسنة النبوية أن يبكر بصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، يصلى مبكرا وبعد ذلك يتفرغ الحاج هناك إلى أن يخلو بنفسه وربه ويدعو. هذه الخلوة، خلوة الإنسان بنفسه مع ربه يدعو، تستمر إلى أن تغيب الشمس. وهذه الخلوة الإنسان يستحضر تاريخه، آماله، طموحات التي يريد أن يصلها، أهله، عياله، وطنه، محبيه، يستحضرها وهو يخلو بنفسه. ماذا يصنع؟ إما أن يدعو، وإما أن يسبح ويهلل ويكبر ويلبي، وإما أن يقرأ القرآن، يعني في النصف الثاني من هذا اليوم إلى أن تغيب الشمس يكون الإنسان في طاعة مطلقة. وجدير بنا نحن في معشر المسلمين اليوم في العالم كله أن نكون بهذه الحالة. لماذا؟ لأن يوم الجمعة فيه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. هذه الساعة غير معلومة، ولكن جمهور علماء المسلمين قالوا هي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فعندما يكون هناك الحاج جالس في عرفات ليس عنده ما يعمل إلا الابتهال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر، تسبيح، قراءة قرآن، دعاء صالح، استغفار، استحضار ذنوبه ويتحلل منها، يخرج من ذنوبه. عندما يصل الإنسان إلى هذه الحالة من هذا اليوم بهذه عدة ساعات ويكون عنده إرادة وعزيمة أن يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يستجيب له الدعاء. فعندما تغيب الشمس يتوجهون إلى مزدلفة بأعمال أخرى. ما هي هذه الأعمال الأخرى؟ يبيتون بمزدلفة، وفي الصباح يرمون الجمرات. هذه الجمرات هي عنوان التخلي عن ما كنا فيه، وبداية
مرحلة جديدة. هي حقيقة نحن نرمي الجمرات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن تفسيره، يمكن تأويله، يمكن الاستفادة من معناها أنني أتخلى عما كنت فيه، أرمي ما كنت فيه من معاصي وذنوب وكذا وكذا، وأفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. الذي أريد أن أقول، نحن معشر المسلمين في كل مكان في هذا اليوم، في النصف الثاني من يوم الجمعة، والناس بعضهم على الأقل يعني قسم كبير من المسلمين صائمون من الرجال والنساء، هذا فليتفرغوا في هذا اليوم كذلك لهذا الذكر وهذه العبادة وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة. وهنا عندما المسلمون أو غالب المسلمين يتوجهون هذا التوجه، لا، أنا موقن أن أبواب الرحمة الإلهية ستفتح لهم، وأنا موقن أن أبواب المغفرة الإلهية ستعمهم وتشملهم. وهنا يشتبك المسلمون في عرفات معنويا وروحيا مع باقي المسلمين في الكرة الأرضية. الكرة الأرضية اليوم كلها تتوجه إلى بارئها بألسنة متعددة ولغات شتى وألوان متكاثرة وأماكن عديدة. عندما يتوجه الناس إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ويعيشون مع الحجيج بهذه المشاعر، هنا تأتي الرحمة الإلهية ويحصل التغير في حياة البشر. البشر يحتاجون الآن إلى تغير، إلى خط جديد من الرحمة ومن التسامح ومن العيش المشترك ومن الرؤية المشتركة لمستقبل آمن مطمئن. البشرية محتاجة لهذا. وأؤكد لك أن هناك قاعدة كونية وضعها الله عز وجل في نظام هذا الكون وذكر بها في كتابه الكريم، ألا وهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البشرية لا تتغير إلا عندما يحصل قرار داخلي من نفوس البشر أن نريد أن نتغير، نريد أن نعيش العيش المشترك. هذه نقطة مهمة جدا، وهي أثر هذه الأيام المباركة وأثر هذه العبادات العظيمة في تغيير نفوس البشر كما ذكرت. الآن نود الحديث دكتور عن الفرد، كيف من الممكن أن يترجم ما تقول دكتور في حياته، في تعاملاته، في تسامح مع الناس، في تجسيد هذه القيم في تعاملاتها اليومية دكتور؟ هذا شيء مهم جدا. أن البشرية ما هي، الدولة ما هي، الوطن ما هو، هي مجموعة أفراد. عندما تكون عندنا فكرة معينة تعمنا جميعا وهي أن نريد أن نتغير إلى الأحسن، إلى الأفضل، فهذا هو قرار داخلي، لكن يأتي بعد اقتناع بالفكرة، بعد إيمان بالفكرة. الإيمان أولا بالفكرة وتقييم صادق للوضع الذي هو فيه، ثم بعد هذا الإيمان وهذا القرار يبدأ الإنسان بفطرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فعندما هذه الفطرة تدعو الإنسان أن يرى الخير خيرا فيمسك به ويتشبث به، عندما يرى أن شيئا ضارا بالآخرين غير نافع له ولا لغيره ففطرته تدعوه تقول له إياك ثم إياك، يبتعد منه. عندما يحصل هذا التغير في حياة كل واحد منا، نكون قد أقبلنا على عهد جديد هو عهد الأمن والأمان. نحن نريد الآن اقتلاع فكرة العنف والتطرف والعدوانية من البشر جميعا، ليس من المسلمين فقط، من البشر جميعا. نعم، لأن الخلق كلهم خلق الله، والناس نعم كلهم عباد الله. إن أباكم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة حجة الوداع: أيها الناس إن ربكم واحد، وإن نعم أباكم واحد، إنكم لآدم وآدم من تراب. نحن نريد هذه المفاهيم الإنسانية أن تعم البشر جميعا ليتعايشوا في كل مكان بخير بإذن الله. دكتور المستشار الدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي، شكرا جزيلا لك دكتور.